طيب بنتكلم عن مباراه النهارده باذن الله الساعه 8 مش 7، بناكد لحضراتكم الساعه 8 مش 7. المواقع كلها كاتبه ان المباراه النهارده الساعه 7، يعني الساعه 8 باذن الله هيخوض الاهلي مباراه مهمه جدا امام سان جورج الاثيوبي، ده طبعا في رحله الدفاع عن لقب دوري ابطال افريقيا. هنتكلم عن كل التفاصيل وعن الاستعدادات، بس خليني اقول لحضراتكم برضو سان جورج اتاسس عام 1935 وهو مفروض من اقوى الفرق الاثيوبيه. هل ده هيبقى ليه اضافه؟ هل ده هيبقى فيه نوع من القلق امام النادي الاهلي؟ احنا ما بيفرقش معانا المنافس، لنا او بندي كافه الاحترام لكل المنافسين، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنبقى داخلين المباراه باستعداداتنا وبفنياتنا وغيره، فان شاء الله ما يكونش في اي يعني قلق في المباراه، وكمان يتم حسم المباراه من الدقائق الاولى لان ده بيفرق جدا مع جماهير النادي الاهلي. خلينا نتكلم في التفاصيل دي كلها. رحب بالاستاذ احمد غنيم طبعا الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاون. صباح الخير عليك. صباح الفل ومنور الدنيا كالعاده، وبنسعد بوجودك معانا. وعايزين نبتدي كلامنا معاك بقى قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده، خلي كلامنا يبقى انطلاقا من اللي شفناه في ماتش الاهلي والمصري والمكاسب اللي اتحققت في يعني في رايك، بعيدا كمان عن النتيجه الكبيره الرباعيه النظيفه، لكن انا بكلمك على المكاسب المعنويه اللي احنا كجمهور اكتسبناها بعد ما تابعنا هذه المباراه. بالتاكيد مكاسب كتيره جدا. الاهلي يعني استعاد سريعا توازنه بعد طبعا الخساره غير المتوقعه ضد الاتحاد الجزائر في كاس السوبر الافريقي، واعتقد هي كانت درس مهم الحقيقه، وكان درس في توقيت مهم للعيبه والجميع حتى داخل منظومه كره القدم في النادي الاهلي. لكن مباراه المصري المباراه حقيقه رضا سليم شهاده ميلاده، مش بس عشان سجل الهدف لكن طريقه لعبه حقيقه مكسب كبير جدا. امام عاشور طبعا يعني قدم ايضا مستويات قويه، بيرسي تاو سجل هدفين بيواصل تألقه اللي كان موجود عليه في الموسم الماضي. الحقيقه النادي الاهلي كان مكاسب كبيره جدا ليه، وان شاء الله يقدر يعني يكمل او يعني يواصل ده كمان في مباراه سان جورج اليوم في افتتاح مشواره في الدفاع عن لقب في دوري ابطال افريقيا. سان جورج كفريق يعني اكيد فروقات شاسعه، وممكن اقول فروقات كونيه كمان يعني انجاز للتعبير بينه وبين النادي الاهلي في حاجات كتير جدا، ان سان جورج اقصى انجاز ليه في دوري ابطال افريقيا هو الوصول لدور المجموعات مره واحده فقط في تاريخه، وكان نسخه عام 2017، اكتر من ذلك ما عملش اي انجاز اخر. المفاجات ما لكش غير من فرق مشابهه بالظبط في بعض الاحيان، واكيد لا نتمنى هذا الامر بالظبط. وبالتاكيد كما حدث في مباراه اتحاد الجزائر، يعني الفروقات كبيره جدا بين الاهلي واتحاد الجزائر، لكن للاسف الشديد يعني لم يكن التوفيق حليف الاهلي في مباراه اتحاد الجزائر، لكن اعتقد الدرس كان مهم جدا للاعيبه النادي الاهلي، واعتقد انهم قادرين على حسم الامور وحسم التاهل نظريا وعمليا ان شاء الله من مباراه اليوم باذن الله الى دور المجموعات. طيب هل انا هتكلم دلوقتي فنيا بقى، يعني طبعا في فوارق وكل حاجه، بس انا عايز ادرس، عايز افهم برضو المنافس بتاعي النهارده بغض النظر عن يعني امكانياته الفنيه اللي هي فيها فوارق كبيره، ايجابياته ايه سلبياته ايه؟ برضو يا احمد مين ابرز اللعيبه عنده؟ خلينا نعرف منك. بص سان جورج كفريق يعني فريق يعني على المستوى الافريقي طبعا كما ذكرت تاريخه ضعيف جدا، هو قوي في اثيوبيا تحديدا، هو البطل التاريخي الدوري الاثيوبي بضعتين مره، يمكن المركز الثاني حوالي فريق كبير حوالي اكثر من 16 او 17 لقب، فريق كبير ده بينافس نفسه يعني بينافس نفسه يعني زي الاهلي هنا يعني حلوه يعني هو التاريخ يا جماعه التاريخ يعني الاهلي 43 لقب، المنافس حوالي 12 لقب. الحاجات دي بتتنظر يا ابو حميد، الحاجات دي بتتنظر.